بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الخامسة في استكمالا لموضوع الميجرمنتس أو السنسورز اللي احنا كنا بدأناها في صورة البريشر ميجرمنت والليفل ميجرمنت والتمبرتشر ميجرمنت، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفلو ميجرمنت. طبعا بنتكلم من وجهة نظر الاندستري، سواء كانت فود اند بافريج، اكل وشرب، او اويل اند جاز، او ما دون ذلك. هنتكلم يعني ايه اوسيلاتوري فلو، هنتكلم يعني ايه ماجنتيك فلو ميتر، التراسونيك فلو ميترز، ماس فلو ميتر كوريولوس، او ديفرنشال بريشر. التايبس بتاعت الفلو العامة، اما اذا كان بيعدي ليكويد كلير او شفاف زي الووتر او الزيوت الخفيفة او المذيبات، والتو فيز فلو اللي هو بيعتبره ليكويد تقيل شوية ومعاه بابلز مثلا، وده زي الانريفايند بتروليوم، او لو في ستيم ومعاه قطرات مية، او النون نيوتونيانز اللي هو الهيفي ثيك ليكويدز زي مثلا الشحم او البينتس او العسل مثلا. فدي انواع من الفلو، في الفلو التقيل وفي الفلو الوسط وفي الفلو الخفيف. طبعا المعروف عن الفلو لو مثلا سنج يعني وان فيز فلو، بيكون غالبا الفلو ده لو مش ديستربد بيبقى لامينار فلو، بيكون فيه ده اقل لص في الانرجي. وطبعا في التربلنت فلو اللي هو بيحصل فيه فورسز بتخبط في جسم البايب اللي بيمر فيها، وربما احيانا تتسبب في ظاهرة الهامرنج لو كان حضراتكم سمعتوا عنها قبل كده، وربما ممكن تتسبب في فايبريشن للبايب وممكن تكسرها في بعض الاحيان نتيجة الامباكت او البريشر اللي بيزيد مرة واحدة وبيقل. طبعا من ضمن الخطوات المهمة علشان نقدر نقيس فلو، معظم الافكار بتتماشى حول فكرة ان انا احاول اعمل اعاقة او اعيق الفلو اللي بيمر ده، واعمل ما يسمى بالفينا كونتراكتا او النقطة اللي عندها الضغط بيبدأ يبيلد اب تاني. احنا لو حصل ان احنا كان في فلو وبدأنا نعمل خنق للفلو ده، فالبريشر بيبقى ناحية الأورفس، من الناحية دي بيبقى البريشر عالي، لكن من بعد الأورفس بيبقى البريشر قليل، وزي ما احنا شايفين كده البريشر بيبقى أعلى نقطة في المنطقة دي، وبعدين بينخفض البريشر ويرجع يبيلد اب تاني، يحصل له ريكفري علشان يقدر يكمل الفلو تاني. فالمنطقة دي بيبقى الفلو عالي بريشر قليل، هنا الفلو قليل والبريشر عالي. طيب طبعا اللي بين الماكسيمم فلو والمينيمم فلو بيكون الرينجابيليتي بتاعتنا. طيب احنا لما بنيجي نعمل فلو ميجرمنت احنا بنقيس ايه؟ احنا بنقيس الحقيقة حاجة من ثلاثة، اما ان احنا بنقيس الفيلوسيتي بتاعة الفلو، او الفوليوم اللي بيحصل له فلو، او الماس الكتلة اللي بتمر. يبقى اما ان احنا بنقيس الفيلوسيتي او الفوليومتريك او الماس. في الحقيقة في ارتباط للثلاث فاريبلز دول مع بعض، يعني مثلا الفوليومتريك فلو ريت هو عبارة عن الفيلوسيتي بتاعت الفلو في الكروس سيكشن اريا، وفي نفس الوقت الماس فلو ريت هو عبارة عن الفوليومتريك فلو ريت مضروب في الدنسيتي بتاعت الفلويد اللي بيعدي. يبقى احنا الحقيقة هم دول المعادلتين الحاكمتين للفلو ميجرمنت، اما ان احنا بنقيس فيلوسيتي، والفيلوسيتي دي بمعلومية الاريا نقدر نحسب الفوليوم اللي بيعدي، او ان احنا بنقيس الفوليوم ونقدر عن طريق معلومية الدنسيتي بتاعت الفلويد ده نقدر نحسب الماس اللي بيمر. طبعا في مرحلة هنقدر نقرأ الفيلوسيتي، في مرحلة هنقدر نقرأ
الفوليوم فلو ريت، وفي مرحلة أو أجهزة هنقدر نقرأ معاها الماس فلو ريت. في الحقيقة زي ما اتفقنا إن الأوسيلاتوري فلو إحنا محتاجين نعرقل الفلو علشان نقدر نحسب الفيلوسيتي بتاعته أو الفوليوم بالتبعية اللي بيعدي. نعرقل يعني إيه؟ ممكن نستخدم ما يسمى بالبلاف بادي. بلاف بادي اللي هو يعني أكنه بيكعبل الفلو، وبالتالي يتسبب كعبلة الفلو دي في إن أنا النقطة دي بيبقى الضغط فيها عالي والضغط بينخفض، فيتكون ما يسمى بالفورتيسيز اللي احنا شايفينها دي. الفورتيسيز دي لو انا جبت سنسور يقيس الفورتيسيز دي اللي هي اختلاف الضغط، ممكن او الفورتكس ده والفورتكس ده، ممكن نعرف سرعة الفلو قد ايه. والحقيقة هي دي الفكرة الرئيسية للفورتكس فلوميتر، اللي هو ايجاد شكل بلاف بادي زي ما احنا شايفين كده، يعني جسم بيعرقل الفلو وبالتالي يعمل اختلاف في البريشر، واختلاف البريشر ده مع الشكل بتاع البلاف بادي ده يقدر يعمل لنا ما يسمى بالفورتكس. والفورتكس ده ممكن بميكانيكال سنسور نقراه، ولو قريناه بالميكانيكال سنسور نقدر عدد الفورتكس اللي بتتكون لو عديناهم نقدر نحسب فريكونسي، والفريكونسي دي هتعبر لنا عن سرعة الفلو. في الحقيقة احنا زي ما اتعودنا في الميجرمنتس بالذات او في الانسترومنت، عشان بيبقى صعب شرح فكرة عملها مباشرة بدون فيديوز، فانا عملت برضو قبل اخر سلايد فيها مجموعة من اليوتيوب لينكس او فيديوز اللي حضرتك تقدر تشوفها. كل واحد فيهم بيعبر عن نوع من انواع الفلو اللي موجودة بالفعل في الصناعة، واللي يعني الواحد ربما يعني اشتغل بيهم او احتك بيهم في الحياة العملية. في الحقيقة ده شكل الفلوميتر اللي موجود في الصناعة، حتى ده يعني اندرسن هاوزر برضو هي شركة من الشركات الكبيرة في المجال، وهو عبارة عن زي ما احنا شايفين كده تو فلانجز كده بيتقطعوا مكان في البايب اللي بيمر فيها الفلو، والمفروض ان احنا يكون السنسور بتاع الفلو موجود في المنطقة دي وبيتقري عن طريق الفلو كمبيوتر او الديسبلاي بتاع السنسور نفسه. طيب البداية بتيجي منين؟ بتيجي عن طريق وضع بلاف بادي، ده صورته يعني ده مسار الفلو، وده البلاف بادي ممكن يكون على شكل مثلث او شكل زي الشكل اللي احنا شفناه من شوية، او ربما يكون شكل دايرة، او ربما يكون شكل دلتا شيب بالمنظر ده. المهم اي واحد فيهم هو كل اللي هيعمله ان هو هيعمل خلخلة في الفلو اللي بيعدي، وبالتالي البريشر هيزيد في نقط وهيقل في نقط. اختلاف البريشر ده هيتكون الفورتكس اللي احنا شايفينها دي او الفورتسيز دي عن طريق الميكانيكال سنسور اللي هو شكله قدامنا كده، ده البلاف بادي تمام، وده الميكانيكال سنسور. نتيجة ان البلاف بادي ده بيعيق الفلو، ففي فورتكس بيجي من هنا وفورتكس بيجي من الناحية التانية، الاتنين فورتسيز دول بيتسببوا ان الميكانيكال سنسور ده يعمل اوسيليشن، يتحرك كده ويتحرك كده. فكل واحدة فيهم نقدر نسجل الفريكونسي، النبضات دي نسجلها، وكل نبضة هتعنينا ان فورتكس واحد اتكون زي ما احنا شايفين كده. البلاف بادي موجود هنا اهو، والفورتكس بتتكون من بعده نتيجة الفريكونسي دي. كل ما الفريكونسي دي تزيد كل ما هيكون الفلو سريع، كل ما الفورتكس دي تقل او تثبت يبقى ما يتكونش فورتكس خالص، كده معناها ما فيش فلو او في مينيمم فلو بيعدي. وطبعا زي ما اتفقنا في فيديو في الاخر اتمنى انكم تشوفوه وتفهموا منه نظرية عمل الانسترومنت ده. الحقيقة ان الفيلوسيتي بتاعة الفلويد هي عبارة عن الفورتكس فريكونسي، عدد الفورتكس اللي احنا قريناهم، على الكي فاكتور اللي هو علاقة ما بين اللي هو الرينولد نمبر. رينولدز نمبر ده طبعا انا اتوقع انكم درستوه قبل كده، هو علاقة ما بين
الانيرشيا فورسز والفيلوسيتي فورس. انيرشيا فورسز زي الانيرشيا فورسز زي الفيلوسيتي، والفيسكوزيتي او الفيسكس فورسز زي الدنسيتي مثلا. فهي العلاقه من الاثنين بيكونوا رينولد نمبر. الرينولد نمبر ده هو اللي بناء عليه في اللينير رينج ده نقدر نحسب الكي فاكتور، ومن الكي فاكتور لو قسمنا الفورتكس فريكوانسي على الكي فاكتور نقدر نحسب سرعه الفلويد. طيب لو جبنا سرعه الفلويد او الفيلوسيتي نقدر نحسب عن طريق الاريا، الكروس سكشن اريا بتاعه البايب اللي بيمر فيها، فنقدر نحسب الفوليوم اللي بيعدي. ده شكل للبلاف بودي زي ما قلنا، وده شكل تاني للبلاف بودي. في نوع تاني من الاوسيليتوري فلو ميجرمنت، لو انا عندي دي بنسميها التربين فلوميتر. التربين فلوميتر هي عباره عن تربين او مروحه. المروحه دي ليها شكل معين ميكانيكالي معين، بحيث اتجاه الفلو بيخليها تدور. لما بيخليها تدور في الجزء منها بيتعلق بيتلزق فيه جزء ماجنتيك كده مع الاندكتيف سنسور ده، فكل ما ده يلف لفه كل ما الاندكتيف سنسور بياخد نبضه، كل ما الفلو سرعته بتزيد، سرعه دوران التربين دي بتزيد، يبقى عدد النبضات اللي بتيجي على الاندكتيف سنسورز دي اندكتيف سنسور ده بتزيد، وبالتالي سرعه النبضات او الفريكونسي بتاعت النبضات دي بتتناسب مع سرعه الفلويد. عيب طبعا سنسور زي ده هتكون ان في لو الفلو نفسه فيه بارتكلز، في سوليد بارتكل بتعدي، فممكن تاثر على جسم التربين اللي بيلف ده، وبالتالي ممكن ياثر عمره. ولو كان الميكانيزم ده مجموعه من الجيرز ممكن يتسبب في ان كل فتره ممكن تتاكل الجيرز دي او يحصل فيها كلوكج يعني. النوع الثاني طبعا دي مميزات وعيوب حضراتكم تقدروا تقروها ببساطه، والتطبيقات اللي بيستخدم فيها الاوسيليتوري فلو ميجرمنت دي. تاني نوع من قياس الفلو هو الماجنتيك فلوميترز، واحيانا يسموها الماجميترز. الماجميترز دي فكرتها ببساطه طبعا عفوا انا يعني في حاجه مهمه نسيتها في الـ في في الاوسيليتوري فلو او سواء كان فورتكس او تربين، ان ما يسمى بالبريشر لوس هو نتيجة ان الفلو ده انا بعرقله، فبيتسبب الحكاية دي في ان انا بقلل البريشر وارجع البريشر يعمل ريكفري تاني زي ما شفنا في الفينا كونتراكتا. فالفكرة دي بيحصل بريشر لوس. البريشر لوس ده من العيوب اللي بيتسبب فيها وجود الفلوميتر. ففي بعض الفلوميترز فكرة عملها ان مفيش اصلا بريشر لوس، زي مين؟ زي الماجنتيك فلوميتر، لان مفيش ميكانيكال بادي بيعرقل الفلو. في صور لفكرة الماجنتيك فلوميتر. الماجنتيك فلوميتر هو عبارة عن البايب. البايب دي بيتحط فيه جزء من جسم الماجنتيك فلوميتر، هو عبارة عن بول شو يعني زي حدود حصان كده مغناطيس، وبيتحط اتنين كويل. الكويل دول حسب ما احنا شايفين الواحد اخضر واحد احمر، معناها ان في بولاريتي يعني. فده بيتسبب في وجود الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ده لما الفلو بيجي، لا طول ما مفيش فلو فمفيش في اتنين سنسور للفولت هم. طول ما مفيش فلو فالسنسورز بتاعت الفولت دي مفيش فيها بيتكون ما بيتكونش فيها او بينها يعني فرق جهد، وبالتالي ما بيبقاش فيه انديكيشن لان فيه فلو. لكن لما بيعدي فلو، وطبعا الفلو ده لازم يكون من كوندكتيف ماتيريال. كوندكتيف ماتيريال ليه؟ علشان الالكتريك فيلد ده يقدر يقسمهم لنيجاتيف تشارج وبوزيتيف تشارج، يخلي الفلويد اللي يعدي يكون فيه بعض الجزيئات البارتكلز بوزيتيف تشارجد او نيجاتيف تشارجد.
نتيجة الإلكتريك فيلد ده. نتيجة الإلكتريك فيلد بيحصل زي تأيين للجزيئات، فبيبعدوا عن بعض النيجاتيف والبوزيتيف، وبالتالي بيحصل فرق جهد. فرق الجهد ده بينفع أقيسه بين طرفين الفولتج سنسورز دول، ده وده. الفولتج سنسور دول فرق الجهد بينهم بيعبر عن كمية الفلو اللي بيعدي. طبعا من مميزات الكبيرة للماجنتيك فلوميتر ان هو مش بيلامس الفلو يعني، وبالتالي مش انفيسيف، ما بيسببش بريشر لوس، لكن عيبه طبعا انه غالي شوية، يعني سعره بيكون غالي، ولازم يكون الماتيريال اللي بيقيس لها الفلو دي او الفلويد اللي بيقيس الفلو لازم يكون من مادة كوندكتيف علشان يقدر عن طريق الكتريك فيلد يعمل له تقييم. وبرضه في فيديو في الاخر بيشرح الموضوع ببساطة. اخر شكل او ثالث شكل واشهرهم هو الماس فلو ميجرمنت. الماس فلو ميجرمنت يعني الكتلة اللي بتمر قد ايه. طبعا اشهر ديزاين فيهم او اشهر فلوميتر فيهم هو اللي بيعتمد على فكرة كريولوس ميتر. الكريولوس دي ببساطة، انا برضو هنتقل للصور على طول، هسيب الماس والحاجات دي لان انا اتوقع ان حضراتكم درستوها. المايكرو موشن ده ديفايس خاص بإميرسون، وفي عند اندرسون هاوزر واحد برضو، انا حاطط لينك للفيديو. الكريولوس ميتر او فلو ميتر ده هو عبارة عن البادي اللي حضرتك شايفه والتو فلانجز دول علشان البروسيس كونكشن، ولما نفتح الجسم ده من جوه، وطبعا اللي فوق ده الفلو كمبيوتر اللي بيقيس الفلو وما شابه، زي ما هنشوف ان احنا نقدر نقيس الفلو والتمبرتشر والفوليوم والفيلوسيتي والدنسيتي يعني عن طريق الفلو كمبيوتر اللي فوق. اللي بيحصل اني بالذات في السنسور اللي اسمه مايكرو موشن ده بتاع اللي مبني على فكرة كوريولوس، ان اول ما طبعا الفلو بيبقى ليه اتجاه، اول ما الفلو يدخل جوه بيتقسم من جوه لاتنين تيوب. الاتنين تيوب دول بيكونوا حرين الحركة، حرة الحركة. بيبقى فيه زي اكسايتيشن فولتج بيعملوه علشان يعمل اوسيليشن، عشان يتسبب في الاوسيليشن، ونتيجة الاوسيليشن ده بيبقى فيه اتنين سنسور تانيين علشان يحسوا ب او بروكسيميتي سنسورز يعني، او اندكتيف سنسور تقدر تحس ب الاتنين تيوب دول بيقربوا من بعض او بيبعدوا عن بعض. اللي بيحصل لما بيمر فلو، تخيل ان في خرطوم مثلا ميه، الخرطوم ده لو انا بمرر فيه ميه، الميه دي لو بسيطه ممكن تحرك الخرطوم بالراحه لو هو حر الحركه. تخيل لو زودت الفلو، الخرطوم الهوز ده بتاع الميه هيتحرك بسرعه. فلو احنا رابطين اول التيوب واخر التيوب، وبعدين عملنا اكسايتيشن الاتنين تيوب دول ان هم يبعدوا عن بعض، فهيعملوا زي هارموني كده، طبعا هتبان اكتر في الفيديو. الاتنين دول هيعملوا هارموني كده، طول ما الفلو صغير خالص او مفيش فلو، فهيبقى الهارموني دي ان الاتنين هوز دول او الخرطومين دول او الاتنين المسارين دول بيبعدوا ويقربوا من بعض بطريقة ثابتة. اول ما الفلو يزيد هتحس ان في نوع من التربلنس حصلت، وبالتالي الاتنين سنسور دول يعني زي ما يكون في هزة كده، طبعا هتبان في الفيديو اكتر، فهتلاقي ان السنسور ده حس بالبلس، بعديها بشوية بزمن دلتا تي السنسور ده هيحس بالبلس، وبالتالي بلس وبعديها بلس نتيجة حركة الايه الهارموني اللي بيعملها الهوز نتيجة الفلو لما بيزيد ولا بيقل. الحقيقة الدلتا تي دي او الفيس شيفت في البلصات اللي بياخدها عن طريق التو سنسورز دول، الدلتا تي الفرق بين البلص الاولانية والبلص التانية بتعبر عن الفلوريت، الماس فلوريت.
والحقيقة إن عدد البلصات دي لما بيزيد بيتناسب مع الدنسيتي، يعني الفريكونسي لو زادت هيبقى مور دنس، لو الفريكونسي دي قلت هيبقى لس دنس، أو عفوا العكس، عفوا العكس، كل ما يبقى الفلويد تقيل زي العسل مثلا كل ما تبقى الفريكونسي بتاعته أبطأ لأن وزنه تقيل، والعكس لو الوزن خفيف لو بيمر فيه ميه مثلا فهيكون او اي سائل يعني الدنسيتي بتاعته قليله هتلاقيها بتتحرك بسرعه، زي نفس فكره لو انا جايب اتنين تقل، اتنين وزنين، والوزنين دول انا معلقهم في سوسته، فالوزن التقيل هياخد السوسته ويطلع وينزل ببطء، وعلى العكس الوزن الخفيف هيحرك السوسته بسرعه، وبالتالي الفريكونسي هتتناسب عكسيا مع وزن الحاجه، او خلينا نقول الدنسيتي. برضو دي هتلاقيها واضحه اكتر في الفيديو. وبرضو الالتراسونيك والديفرنشال بريشر فلوميترز هتلاقي ليهم فيديوز اتمنى انكم تشوفوهم، اللينكس كلها اهي. متشكر جدا.